نشرة الأخبار، أهلا بكم. عقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم الخميس اجتماع العهد الرابع بمدينة المرج الذي يتواصل لثلاثة أيام. ناقش من خلال الاجتماع جملة من المواضيع الهامة التي تتعلق بكرة القدم الليبية والمواضيع الشائكة عن مسابقة الدوري الممتاز وموعد انطلاق مسابقة الدرجة الأولى وعن القرارات والبيانات الصادرة عن لجنتي المسابقات العامة والاستئناف واستعدادات المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الوطني الأول في تصفيات كأس العالم ومنتخب الناشئين في بطولة كأس العرب. الآن الخلاف يقولوا لازم مسابقات، نحن نصدر في عقوبات. قال عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في تصريح خاص لليبيا الرياضية أن لجنتي المسابقات والاستئناف لا يوجد تفاهم بينهما بناء على المراسلات والبيانات الأخيرة. وأضاف الشلماني أنه في صدد تشكيل لجنة لإيقاف هذا الخلاف. الآن الخلاف يقولوا لازم مسابقات، نحن نصدر في عقوبات ولجنة الطعون تحفي. لجنة الطعون تقول ان نحن عفينا بناء على التقارير ان في عقوبات مبالغ فيها. لجنة الطعون، انا نحكي في حقائق للناس والشارع الرياضي، لجنة الطعون تقول ان لجنة المسابقات ليش ما نفذت من اول مباراة بعض العقوبات على رئيس نادي دخل ولا رئيس نادي ضرب ولا نادي كذا ولا جمهور ونفذت تتول مادة 76. لجنة المسابقات تقول نحن نفذنا على بعض الاندية ولكن لجنة الاستئناف ما عندهاش مستندات نفذت به. لجنة الاستئناف أمس قالت نفذت طبقا للتقارير اللي موجودة لدي، حتى المراسلات فيما بينه ما فيش تفاهم بالمنطقة أمام الناس، ولكن هذا الخلاف ما نخليش يجي على حساب اتحاد الكورة ولا يجي على حساب الأندية. نحن هنجلس معهم نشكلوا لجنة الآن تراجع المسببات هنا وتراجع المسببات هنا، والخاطي حيوقف في الأخير، بكر الكورة حتصير والخاطي حيوقف. إذا كان يبي يصيروا معنا بالمسيرة صح ويعطوا الناس حقها كلها سواسية دون نادي على نادي ولا موسع على موسع ولا هذا كبير ولا نقول فيها دائما، لكن نحن مش حنسمح ان نقول والله صح الاستئناف قرار نهائي، لكن حتى كان قرار نهائي لكن كان رجعنا ولقينا المسببات لا حنتوقف لجنة الاستئناف، واذا كان رجعنا ولقينا الخطأ عند لجنة المسابقات حتوقف. ومع احترامي نحن مشينا وتحملنا وما زلنا نتحمل. واكد الشلماني على استمرار مسابقه الدور الممتاز بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهنا، وان اضطر الامر ساتقلد منصب رئيس لجنه المسابقات لتكمله الدوري. ومع احترامي نحن مشينا وتحملنا وما زلنا نتحمله. القافله تسير والكوره حتصير والدوري حيصير والنظام اللي في الدوري، انا نقولها للناس، انا قلت لهم لو يتغير نظام الدوري حنطلع مباشره زي البرلمان ان شاء الله يقتل بلوت. لو النظام المسابقه حيصير، اللي نازل نازل واللي يرقى يرقى، حتصير معنا حتصير. لابد ندفع ثمن هذه المشاكل، لابد ندفع ثمن زعل الناس ووضع رضاهم صعب. وصل الدوري الى الان الى ما زال فيه 4 اسابيع و5، حيمشي الدوري حيمشي، انا اقول لك حيمشي، معنا حيمشي. انا قلت البارح لو نمسك لجنه المسابقات بروحي حيمشي الدوري كامل، الدوري حيكمل. اما ان احنا نقعد نعطلوا سبب ناس معطلين باش يخربوا علينا ويعطلوا الكوره ويعطلوا البنيه التحتيه الكامله بتاعنا اللي قاعدين نبنوا فيها، ويعطلوا هيبه الكره الليبيه ويعطلوا الانديه ويعطلوا المنتخبات، خلي اللي بيحكي يحكي، يعرقلوا يعرقلوا يبي يعرقلوا الدوري لأغراض. كما وصف الشلماني بأن هناك أندية تريد عرقلة الدوري لإيقاف المسابقة لأغراض ومصالح شخصية. يعرقلوا يعرقلوا يبي يعرقلوا الدوري لأغراض معينة، واحد يبي يخرب الدوري كيف يخرب الكورة، وواحد يبي يقعد طول عمره في الممتاز ما يبيش ينزل، وواحد يبي البطولة طول عمره غير هو البطل، وواحد يبي طول عمره غير هو المشارك، وواحد كل واحد على مصلحته. ما فيش، ترى نقول لك حقيقة ما فيش، مش نزيد عليهم، أنا كل واحد يحب مصلحته ومدينته ونادية وبرنامجه.